شكون فينا ما عمرو شاف التصوير ديال هذا السيد، ولا شكون فينا ما عمرو تفرج فيديوهات المضحكه ديال تشارلي شابلن؟ ولكن واش عارف القصه ديال النجاح ديال تشارلي شابلن؟ كيفاش حتى ولا واحد من اشهر الفنانين الكوميديين على مر التاريخ؟ فلو بغيتي تعرف هذه القصه تبع معايا الفيديو من الاخر باش تفهم قصه كامله وتاخذ منها شي عبره. تولد تشارلي شابلن في 16 ابريل في واحد البلاصه اللي كتعرف واحد الفقر وكتعرف واحد البؤس كبير في لندن في عام 1989. فتشارلي شابلن عانى من الفراق ديال الوالدين وهو في سن صغيره، اضافه الى ان الاب ديالو توفى وهو عنده 13 سنه. تشارلي شابلن غيلقى غير الزنقه وغيلقى غير الحياه اللي ما عندهاش واحد السقف ولا ما عندهاش واحد المأوى باش انك تعيش. خاصك تقلب على راسك في اي بلاصه، وفي ديك الساعه كانت طرق العيش صعيبه مقارنه مع هذا الوقت. فتشارلي شابلن غادي يخرج انه يخدم مع الاخ ديالو الصغير اللي كيخدموا في مسح ديال الاحذيه. الام ديالو غتكون خدامه في المسرح، ولكن من بعد غتفقد العمل ديالها علاش انها عانت من واحد المشاكل الصوتيه. من بعد الام ديالو غتعاني من واحد الصراعات ديال الاكتئاب وغتعاني من الامراض النفسيه بسبب الاعصاب وبسبب الامراض اللي كتؤدي لان السلطات كتمشي تضعف المكان لرعايه المسنين. تشارلي شابلن غيلقى غير الملجأ ديالو هو حياته وحيدا. اليأس والبؤس غيصيب المدينه وغيصيبو حتى هو من بعد واحد. فهنا تشارلي غادي يقوم يقدم واحد العرض، ولكن هو فيه الخيبه ديال الامل وباقي محمل بدوك الحزن ديالو، وباقي كيحس باليأس، وباقي فيه داك الاحداث باقا مصور ليه في الدماغ ديالو. فغادي ينوض يقدم داك المسرح، وخا هو واصل به مسكين العظم، ولكن غينوض يقدم داك الاداء وداك الدور، وغادي يعجب واحد من دوك المشرفين على ديك الحمله التنظيميه. ومن بعد تشارلي غادي يحاول انه يدخل واحد المدرسه لتكوين دراسه المسرحيه. من بعد غيقضي فيها تشارلي شابلن في انجلترا 20 عام في الدراسات المسرحيه باش انه يستافد ويتعلم. من بعد غادي ينتقل تشارلي شابلن في البدايات ديال السينما ديك الساعه والصور، غيبدا ينتقل باش انه يقدم واحد القصائد قصيره ويقوم بلعب ادوار تمثيليه ثانويه في المسرحيات اللي كيتقاموا تما. فتشارلي شابلن غادي ينفصل على ديك المسرحيات وغيولي يفكر على انه يدير اعمال مسرحيه ديالو هو، يدير يقوم بالتمثيل، يدير بزاف ديال الادوار، ولكن غيطيح ليه واحد الدور ديال المتشرج اللي بتاكرو من الاول حتى الاخر، من اللباس ديالو، من الشخصيه، من التحركات، من جميع الاحداث اللي كتقوم بها هو اللي بتاكرو. فتشارلي في هذه اللحظه غادي يبدا يبانوا ليه واحد البوادر ديال النجاح، غيبدا يفكر على انه يولي واحد الممثل اللي مشهور ويعطي لواحد الكوميديا واحد النسق فني رائع، وغادي يحاول انه دوك الحزن ديالو يوصلوا للمشاهد ويعطي فيه واحد الرسائل باش انه الناس تحس بدوك المعاناه اللي داز منها. فتشارلي غيبتكر هذه الشخصيه، وهذه الشخصيه كيف ما كنتذكر لانها كانت شخصيه في المقررات ديال الابتدائيه. فاحنا ملي كنا كنقراو في ابتدائي كانوا حطوا لنا واحد النهار واحد الصوره ديال تشارلي، وكانوا قالوا لنا على ان اللباس ديال تشارلي هو اللي ادى به لديك داك الدور. فربطوه لنا بواحد الحدث، قالوا لنا على ان تشارلي في ديك اللحظه ديال داك اللباس ما كانش هو مصمم داك اللباس، فتعطاه داك الحذاء، عطاه داك الحذاء وداك اللباس وقام بداك الدور وضحك الجمهور وعجبهم لانه ما كانش متعود على داك اللباس، وعطاه واحد الصباط اللي كبير عليه شويه هو اللي غير لنا ديك المشيه دابا اللي كتشوفوا. فتشارلي من بعد غادي يولي مشهور بهذه الشخصيه ديال. من بعد تشارلي شابلن غادي ينتقل من الشخصيه من الافلام الغير ناطقه للافلام ناطقه. فمن بعد شخصيه المتشرد اللي لقات واحد الشهره وكانوا فيها فقط تجسيد للادوار والتحركات فقط والموسيقى، لم تكن فيها ما كانوش فيها ديك الساعه الهضره والكلام. ولكن من بعد غينتقل تشارلي باش انه يدير واحد الافلام مع تطور السينما، غيولي يدير افلام اللي هي ناطقه، افلام كدوي وافلام فيها احداث وفيها واحد احاسيس بواحد الطريقه اخرى بالكلام، رغم انه كان رافض هو انه يؤدي واحد الدور ديال ديك الساعه ديال الكلام. علاش؟ انه كان كيقول مع راسو في واحد التصريح لان الفن الحقيقي ما كيحتاجش باش نهضروا ولا باش ندويو، كيحتاج فقط الاحداث وفقط الصور باش اننا نوصلوه للمتلقي.
وكيف ما كنقول على ان الانسان راه ماشي عنده لغه وحده ولكن عنده احاسيس وحدين وعنده احداث وحدين. فمثلا ملي كتشوف شارلي كيفاش كيمشي كيفاش كيتحرك كيفاش كيقوم بواحد الاحداث مع الشخصيات كيفاش داك الديناميكيه وداك التحرك ديالو فاي واحد يقدر يفهمه. ماشي ضروري انك تكون مثلا انجليزي كتكلم اللغه الانجليزيه ولا عربي كتكلم اللغه العربيه باش انك تفهم. فقط يمكن انك تكون كتشوف باش انك تفهم داك الاحداث. كما ان تشارلي شابلن ساهمت الافلام ديالو لتطور السينما فانتج مجموعه من السلسلات اللي ترشحت الاوسكار وربحها وكمجموعه من الافلام فيلم البحث عن الذهب وفيلم الطفل اكثر شهره السيرك وكذلك فيلم اضواء. فظلت هذه الانتاجات ديالو من ابرز الانتاجات اللي عطات واحد التطور للسينما في ذاك الوقت في القرن العشرين. وهنا جاي لكم في عام 1940 فاش تشارلي غادي يبغي يبتكر واحد الشخصيه اللي غتكون ديك الساعه محل طوندونس كيف ما كنقولوا دابا. ففي عام 1940 غادي يخرج واحد الفيلم ديال الدكتاتور. وداك الفيلم في ديك الساعه كينتقد الشخصيه ديال هتلر وكينتقد النازيه وكيقوم بواحد الادوار كيفاش الراي ديال تشارلي حول هذا النظام. ومن بعد غيتم الابعاد عن امريكا حتى وفاته. بقى مبعد على امريكا حتى الوفاه ديالو. ديك الساعه النازيه ما كانش عندهم ان شي واحد يدوي ولا يتكلم كيف ما كنعرفوا على النظام ديال هتلر في ذاك الوقت فهو كان نظام صارم جدا. ولكن هذا الشيء ما منعش تشارلي باش انه يقدم واحد الدور مهم ويبين لنا على الراي ديالو والجراه باش انه ينتقد ذاك النظام في ذاك الوقت. توفي تشارلي شابلن في عام 1977 وخلى وراه بعد ما عاش 88 سنه خلى وراه بزاف ديال الانتاجات اللي ظلت راسخه. ورغم ان المشاكل اللي داز منها والصعاب اللي داز منهم محملين باليأس وبالبؤس وبالحزن الا انه وصل لك الشيء اللي بغى وحقه. فانت اللي كنتي كتشوف فيه ان دابا كمل في داك الشيء اللي باغي انت وما تحاولش انك تخلي الحواجز باش انها توقفك. رغم الصعاب فديما انسان خاصو يحاول باش انه يحقق الهدف ديالو. كان معكم عبد الرزاق توفيق، تلاقاو في فيديو جديد.